لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف ما كتشوفوا متابعي قناة شوف تيفي، وعاجل ومباشر من نواحي زاكورة في الحقيقة. متابعي قناة شوف تيفي، لايف تبوريشا أب محمد أو الملقب بالحاج محمد، اللي وقع عليه بحال طفل ريان وماس في بير في العمق ديالو أكثر من 12 المتر، في حالة اللي هو هيستيريا، واللي بغى يوجه رسالة قوية للجميع المسؤولين والناس، واللي كيقول عافاكم بغيت ندفن ولدي، راه قلبي تحرق عليه. وأكيد أنني غادي نخليكم معاه متابعي قناة شوف تيفي، ونقدم له ايضا حتى واجب العزاء. السلام عليكم. عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يرحم والديكم يجزيكم بخير، بغيناكم تعاونوا معنا. ولدي مات، توفى هذه مده 3 ايام وكيديو لهنا، بغينا الله يرحم والديكم تعاونوا لنا باش ندفنوا. لا شداه لزاكوره وثاني رجعوا له، كان مشى لاكدز لزاكوره، زاكوره قال لك مشاو لمراكش، مراكش ثاني يردوا ثاني لزاكوره باش عاد نجيبوه ندفنوه. ايوا امتى هذا الشيء؟ ما الله يرحم الوالدين تعاونوا معنا. ماشي مات في الارض ديالو، خصك تدفن في الارض ديالو، لاش غادي يدي كاع اليوم وغدا؟ ما ماتش بالتسمم، خدام الجهاد في البير ديالو باش يزيد الماء. جاب الله البير راب عليه وتوفى، مفروض عطيوها لنا من ذاك اليوم ندفنوه، وحنا تقريبا نساو. دابا راه جديد على جديد، اللي مازال ما دفناه. والله يرحم والديكم، غناكم باش تعاونوا معنا. شكرا. واخا كنتو يعني كنتي يعني هنا في الدار حتى سمعتي الاخبار، ولا منين جاكم؟ لا خويا، هو اخي خدام لهيه مع خويا، وانا هنا اتصلوا لي التليفون، تاعتوا لي في التليفون، قال لي البير راه راب اجي صافي. والناس مشات، الناس مشات في كل مكان. الله يعمر دار، الله يعاونهم. الناس عاونوا الناس وعاونوا اصحاب المخزن، كل واحد خدام، الوقايه خدامه، الناس خدامين، الله يجزيهم بخير. والبرد والناس ما حاسين به، ورمضان وبغاو باش يقضيوا الغراض، بغا قالوا زعما الا جاب الله يجبدوا به بلا ما يموت. جاب الله الماء، مات وصافي، عطوها لنا. ما زدنا المكر في المكر. الله يرحم الوالدكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله بالاحسان. كان هو ولاد عمو يعني تما؟ اييه، كان هو ولاد عمو، هو نزل طاق البير. البير ما كانش فيه الماء؟ لا، فيه الماء، وكي الماء نقص. كان كيسقي ولكن الماء نقص، ما تلاش الشعب كتاع عمرو بغى يزيدوا لي واحد شويه، حيت ملي كيزيد شويه البير مازال كتنزل، الماء كينزل، كيسقي واحد يومين ثلاث ايام الماء كتنقص وكيزيدوه، وبغاو باش يعتقوا الغله. ايوا هادشي اللي عط الله. ومسكين يعني رجع ديك الدنيا خضراء، وقالوا لي بانه مسكين هو اللي كان كيعاونكم في البيار ويعاونكم. اييه سيدي، اييه البير نقص عنا، هو اللي كينزل. اللهم غفرنا وله، اللهم غفرنا وله، ما فيش العجز، ما فيش حتى الخوف. الله يرحم والديه. شحال ديال الوليدات حنا مسكين؟ عنده اربعه الوليدات، تخلى. هذا الشيء اللي عطى الله، الله يرحم والديه، بارك الله فيه. انا لله وانا اليه راجعون. متابعي قناه شوف تيفي هو في حاله هيستيريا. متابعي قناه شوف تيفي، هذا الاب اللي كيقول لك وكيوجه رساله قويه للمسؤولين، واللي كيقول لكم عافاكم ولدي بغيت ندفنو راه قلبي تحرق عليه. كيقول متابعي قناه شوف تيفي بان ولدي تحرق قلبي عليه ومات في الارض ديالو، ما ماتش في التسمم ولا مات مجاهد، مات باحث عن نقطه او قطره ماء. متابعي قناه شوف تيفي الا وتوفات المنيه. متابعي قناه الشعب من قعر البير اللي العمق ديالو اكثر تقريبا من 12 متر. ان لله وانا اليه راجعون. واللي كيقول بان محمد او الحاج محمد هو المنقذ الوحيد اللي كينقذهم في جميع البيار. متابعي قناه شوف تيفي واللي هو اللي كيعاونهم، واجواء اللي هي حزينه. متابعي قناه الشعب من امام المنزل ديال العائله، ومن امام المنزل الاب وديال الام، وديال حاله هستيريا ديال الساكنه. متابعي قناه شوف تيفي واللي كيقول لك باللي اللي في جهدنا درناه جميع، تبارك الله عليكم جميع السلطات. متابعي قناه شوف تيفي يعني داروا العمل ديالهم، مشكورين رجال الدرك الملكي وكل الناس اللي داروا يديهم، كيشكرهم الاب، وايضا كنشكرهم بالدور ديالنا تاعنا لانهم كنعرفوهم من ابناء الخير. فهاد الاثناء متابعي قناه شوف تيفي كما كيقولوا العشاء ديال العزاء، العشاء ديال العزاء هذاك
العشاء ديال العزاء. هذا حنا عندنا ماشي مازال ماشي شاشه العشاء ديال العزاء. هذا كاع الناس ملي كيموت لهم واحد ديما 3 ايام ولا 4 ايام هكا كتمشي الماكله والناس كتاكل. عاود لي على الام ديالو كيبقى، تعاود لي على الزوجه ديالو مرتو. والله لا اله الا محمد رسول الله، والله لا اله الا الله، والله لا كيعانيو ولا حنا غير اللي كنصبرهم، لا مو ولا مرتو. والله يعطيهم الصبر الجميل، وهو الله يرحمه. صافي الله يرحم والديك، بارك الله فيك. لا بالله صافي غير ماشي مشكل. إن لله وإنا إليه راجعون. متابعي قناة شوف تي في، ومن أمام المنزل أجواء تخيم الحزن وألم هاد العائلة. متابعي قناة شوف تي في، أب محمد بلي خرج بأول خروج له إعلامي، واللي كيقول وكيوجه رسالة قوية للمسؤولين، واللي كيقول لهم عافاكم بغيت ندفن ولدي، راه قلبنا تحرق عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهاد الأثناء متابعي قناة الشعب، كل الساكنه كاينه هنا، كل الساكنه متابعي قناه الشعب كاينه هنا، انها تقدم الواجب ديال العزاء. واللي كيتمنى انهم متابعي قناه الشعب كيتمنى هذا الاب، وكيتمنى العائله، وكيتمنى الساكنه انهم يدفنوه في اقرب وقت، انهم يشوفوه في الارض ديالو، لانه مات شهيد متابعي قناه شوف تي في، موت بحثا عن قطره ماء. إن لله وإن إليه راجعون. كيفما كتعرفوا بأن قناة شوف تي في حطت الرحال بإقليم زاكورا، وهذه هي جد هذه هي التفاصيل والمعطيات اللي كاينين بحد الأثناء. متابعي قناة شوف تي في، من قلب المنزل ديال محمد وديال العائلة ديال محمد، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن لله وإن إليه راجعون. عزاؤنا وعزاؤكم متابعي قناة شوف تي في واحد، وعلى والسيناريو ريان يتكرر مرة أخرى. السلام عليكم. ومحمد مات بير للعمق ديالو أكثر من 12 المتر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه العائلة وكل الهواتف ترين متابعي قناة شوف تي في، واللي كيقدموا واجب العزاء، كل ساكنة هذا الإقليم، كل ساكنة الضواحي متابعي قناة الشعب اللي جات أنها تقدم واجب العزاء. إن لله وإن إليه راجعون. الخوت ديالو، الحباب ديالو، الأصدقاء ديالو متابعي قناة الشعب اللي في صدمة كبيرة، واللي كيقول لك جينا باش نقلبوا على واحد القطرة ديال الماء باش نعيشوا، إلا وكيمشي لنا خونا وحبيبنا وصديقنا وولدنا كيمشي في قعر البئر. حاولنا جاهدا متابعي قناة شوف تي في أننا نجبده، لكن أسفاه ثم أسفاه ما قدرناش، وجميع السلطات أيضا حتى هي ما قدرتش، ولو أنها درت مجهودات اللي هي جد جبارة، لا من درك لا من بوكلان لا من الناس لا من كل شيء، لكن للأسف الشديد متابعي قناة شوف تي في، من الجوج ديال النهار إلى الجوج تقريبا أو ثلاثة ديال الليل، وتمكنوا أنهم يجبدوه وانتشلوا الجثة ديالو، جثة هامدة في قعر بئر العمق ديالو متابعي قناة شوف تي في أكثر من 12 متر. الشكر الجزيل لكل متابعي قناة الشعب في هذا البث المباشر، وإن شاء الله متابعي قناة شوف تي في إلى بث آخر وموضوع آخر إن شاء الله. في هذا الأثناء متابعي قناة شوف تي في، يعني كيف ما كتشوفي بأن المنزل عامر. نعم. هذه الأجواء متابعي قناة شوف تي في من قلب المنزل، أجواء محزنة متابعي قناة الشعب. ما غاديش نشتغل، ما غاديش نشتغل. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن لله وإن إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجواء محزنة متابعي قناة شوف تي في، وكل ساكنة الدوار في هذا الأثناء يعني يتواجدون في هذا الأثناء بقلب منزل محمد لتقديم واجب العزاء. إن لله وإن إليه راجعون. وهذه هي الأجواء متابعي قناة الشعب من قلب منزل العائلة. لا حول لهم ولا قوة. وإن لله وإن إليه راجعون. Thank you.
الحلال والمستجاب. أجواء محزنة متابعي قناة الشعب من قلب المنزل، وهكذا هي الأجواء متابعي قناة الشعب من قلب منزل محمد، من قلب منزل عائلة محمد، وكل ساكنة الدوار في هذه الأثناء متواجدة في هذه الأثناء بقلب منزل محمد والعائلة ديالو باش أنهم يقدموا الواجب ديال العزاء ديالهم. الأب مسكين متابعي قناة الشعب في حيرة وفي بكاء هستيري، واللي كيقول وكيوجه أيضا رسالة قوية للمسؤولين، اعتقونا عافاكم وعاونونا متابعي قناة الشعب باش أننا ندفنوا ولدنا لأن القلب ديالنا تحرق. تقريبا الساكنه ديال الدوار كلها تقريبا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حزني يخيم على هذه العائلة وعلى ساكنة هذا الدوار متابعي قناة شوف تيفي من قلب المنزل. دعاؤنا هو قلبنا مع هذه العائلة متابعي قناة الشعب، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولإعادة قراءة العنوان متابعي قناة شوف تيفي عاجل من نواحي زاورة لايف في الحقيقة بورجة لأب محمد اللي وقع عليه بحاله في الطيف الريان ومات في العمق ديالو 12 متر في حالة هستيرية، ويوجه أيضا وجه رسالة قوية للمسؤولين واللي كيقول أيضا عافاكم بغيت ندفن ولدي راه قلبنا تحرق عليه. وفي هذه الأثناء متابعي قناة شوف تيفي كل العائلة والساكنة متابعي قناة الشعب قدمت يعني واجب العزاء، واللي كينتظروا أيضا بفارغ الصبر أن الإبن ديالهم يجيو ويدفنوه في أقرب وقت. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجواء متابعي قناة شوف تيفي في الحقيقة جد صادمة وهستيريا لأسرة الأربعين اللي من وراه متابعي قناة الشعب، أربع أبناء وزوجة وأسرة أيضا، وكان المنقذ الأول والوحيد اللي عندهم في هذا الدوار اللي كيحاول أنه أي بير يعني نقص الماء كيحاول ما يمكن أنه ينقذهم ويكون معاهم، لكن في الأخير متابعي قناة شوف تيفي وفي هذا الشهر الكريم ربي بغاه وربي داه.
صافي انا غادي نديرهم بعنوان واحد. يعني كيف ما سمعتوا متابعي قناة شوف تي في كما شفتوا يعني من قلب المنزل ديال محمد وعائلة محمد متابعي قناة شوف تي في، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هربت عليا. شكرا جزيلا لكل المتابعين والمتابعات، واكيد متابعي قناة الشعب نلقاكم في بث اخر وموضوع اخر باذن الله.